هنعمل مقرمشات، حاجات مقرمشه كده هنعملها بالدقيق البلدي، دي ابيض على دقيق بلدي. فعندي هنا كوبايتين من الدقيق الابيض، كوبايه من الدقيق البلدي او الشوفان المطحون، ومعايا هنا هنحط حوالي ربع كوبايه من اللبن، وبحط شويه ميه كمان، وعندي نص كوبايه من الزبده، شويه سكر، معلقه خميره. للوش بقى هديها بيضه، عليها فانيليا، عليها سمسم، عليها حبه البركه، كوبايتين دي ابيض. معانا المقادير على الشاشه، كوبايه دي بلدي او شوفان مطحون، رشه سكر اللي هي معلقه كده، وربع نص كوبايه من الزبده، نص كوبايه من الزبده، احط معلقه الخميره صغيره، رشه ملح كده، يعني قولي نص معلقه صغيره. هحط عليهم ربع كوبايه من اللبن، وديها ميه كمان كده، بتاخد حوالي قولي نص كوبايه من الميه كمان. بصوا بقى العجينه هوريها لكم برده، انا مرضتش اشيلها اهي، بصوا ماسكه نفسها ازاي اهي كده، مش بتلزق ولا حاجه، وعجينه جامده حلوه كده ماسكه نفسها. اسيبها بقى ايه تخمر. دي بقى الخمرانه، بعد ما خبرت افردها رقيق بالشكل ده، ماشي، ارفض رفيع خالص كده، بيضه، وهضرب معاها فانيليا عشان ريحه الزفاره، ماشي كده. انا فكيت البيضه بمعلقه لبن او معلقه ميه وفانيليا، بصوا كده، بصوا الرقه دي كده تمام. اجي هنا بقى واعمل ايه، انا عايزاها سبعات وثمانيات، عايزاها مثلثات، ماشي، فاخد كده وكده كده، اجيب بقى صينيه زي كده وارص فيها المثلثات دي كده، بص كده مسحه البيض اللي باللبن والفانيليا، وبعدين اديها بقى ايه سمسم، شويه 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 كده، حبه البركه، شويه شويه شويه، واحطها بقى في الايه في الفرن.